السلام شباب. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عمي؟ يخرب بيتك عم دخن، طلع من هون. لا ممنوع عليك، عمي هذا. لك يا زلمة بغض النظر عن عمك بس ممنوع، لأنه هون عناية مركزة. ايه يا رجال خلاص نعرف حنا نعرف. ما عليك. وليش وهد؟ لك سكر الشباك ولا؟ لا يكون حاطين فيه السكر. سكر؟ ترته تراه يحب الشاهي مر. أعرفه أنا أكثر منكم. شو ها؟ عمي ضيف الله. عمي تسمعني؟ إيه دكتور أنا أعرف عمي، يعني تبي تعلمني فيه؟ والله يعني روق لحظة يا دكتور، يعني صح أنت شباب بس أنا أعرف بعد رجال، لا أعرفه عمي. لك يا نيرس يحب كذا. شوف يا نيرس أفصل السلك ذا شباب، بوريك دكتور دقيقة. قولي شو أفصل السلك ذا. قدرك هون الزلمة يا كلب حتقتله. لا لحظة والله الله يجزاك خير يا دكتور، أنا أعرف إنك ودك بس دقيقة أنا أعلمك، والله أعرف عمي دقيقة. شوف الحين هذا تفصله، شفت شلون يا دكتور؟ وهذا طال عمرك تنزل من بس